ظريف يؤكد أن المرحلة الثالثة من تقليص الالتزامات بالاتفاق النووي يجري تنفيذها بالفعل. استئناف محادثات السلام بين طالبان والولايات المتحدة في الدوحة. المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة في السودان يتوصلان لاتفاق كامل حول الإعلان الدستوري. أنتم مع موجز إخباري من i24 News، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده ستعمل على إدراج تقليص ثالث لالتزاماتها حيال الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وأكد ظريف لوكالة أنباء إيرانية برلمانية أن المرحلة الثالثة من تقليص الالتزامات يجري تنفيذها بالفعل، مؤكدا في نفس الوقت الحفاظ على إطار الاتفاق. وحذرت إيران سابقا من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي في حال لم تلتزم الأطراف الأخرى. وفي سياق متصل، أفادت مجلة نيويوركر أن الولايات المتحدة دعت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل بضعة أسابيع للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وبحسب التقارير فإن ظريف قدم الاقتراح إلى الحكومة الإيرانية التي رفضته بدورها. استؤنفت اليوم محادثات السلام بين حركة طالبان والولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة بحسب ما أعلنته الحركة، وذلك بهدف التوصل لاتفاق ينهي التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان. وقال المتحدث باسم طالبان في الدوحة سهيل شاهين إن واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الحركة قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المرتقبة في 28 من أيلول سبتمبر. ولقاء خفض الولايات المتحدة قواتها في أفغانستان، تطالب طالبان الالتزام بوقف إطلاق النار وقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة. وفي سياق ذي صلة، أعلنت الأمم المتحدة أن عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين في أفغانستان بلغ مستوى قياسيا الشهر الماضي، وذلك بعد أن سجل تراجعا في وقت سابق من العام. وقالت بعثة المساعدة في أفغانستان التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 1500 مدني قتلوا أو جرحوا في النزاع الأفغاني في تموز يوليو، وهي أعلى حصيلة شهرية حتى الآن خلال هذا العام، وأكبرها منذ أيار مايو لعام 2017. ونسبت هذه الحصيلة إلى ازدياد هجمات حركة طالبان وجماعات أخرى مناهضة للحكومة. أفادت مصادر صحفية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أراد مقابلة العاهل الأردني عبد الله الثاني أو إجراء مكالمة هاتفية معه، لكن طلبه قوبل بالرفض. من جانبه، نفى مصدر رفيع في مكتب نتنياهو التقرير الذي يفيد برفض الأردن عقد لقاء بين الملك ورئيس الوزراء الإسرائيلي. وقالت المصادر أن الوضع بين اليمين الإسرائيلي والأردن حرج للغاية لعدة أسباب في ضوء الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة وعدم إحراز تقدم فيما يتعلق بصفقة القرن. قال وسيط الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن إن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة قد توصلا لاتفاق كامل حول الإعلان الدستوري، ما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية ويوضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها. يأتي ذلك بعد أسابيع من المفاوضات بوساطة الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا ووسط اشتباكات وتظاهرات متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. إنني لسعيد جدا باسم الوساطة الإفريقية وباسم الوفدين المتفاوضين الموقرين أن أعلن للرأي العام السوداني والوطني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقا كاملا على المشروع وأنهما يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقاء إخوته في إفريقيا وأصدقائه في العالم. وأشكركم جزيل الشكر.
أفادت صحيفة الخبر الجزائرية أن القاضي لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة أمر بمنع المدير العام لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات الطاهر علاش من مغادرة البلاد، استنادا إلى مضمون الملف القضائي الذي أنجزته الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، إضافة إلى نتائج تحقيقات أخرى تمكنت فرقة مركزية للشرطة القضائية من إنجازها. وتحوم حول الطاهر علاش شبهات مخالفات في إبرام صفقات مرتبطة بمشروع مطار الجزائر الدولية وبعض التجاوزات الأخرى المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد. أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية إسقاط طائرة دون طيار قرب مدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس، وقال متحدث باسم القوات أن الطائرة كانت تستعد لتنفيذ ضربات داخل المدينة قبل إسقاطها، وعلى متنها 5 صواريخ موجهة. أطلقت الشرطة في هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين مناهضين للحكومة، إذ تجددت حركة الاحتجاج على الرغم من اعتقال السلطات عشرات المتظاهرين في الآونة الأخيرة. وأعلن الجيش الصيني أنه سيكون على أهبة الاستعداد لقمع ما وصفه بالاضطراب والمتظاهرين، بينما تجمع الآلاف من أنصار الحكومة اليوم في هونغ كونغ ورفعوا الأعلام الصينية. في الولايات المتحدة حثت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف مبيعات الذخائر واعتاد السيطرة على الحشود إلى شرطة هونغ كونغ المتهمة باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة. وقدم عضوان من مجلس النواب رسالة إلى وزيري الخارجية مايك بومبيو والتجارة ويلبر روس تطالب تعليق مبيعات الذخائر واعتاد السيطرة على الحشود لشرطة هونغ كونغ، والإعلان أن الولايات المتحدة لن تسهم في قمع الاحتجاجات السلمية. أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن بلاده تريد الإسراع في نشر صواريخ جديدة في آسيا خلال الأشهر المقبلة لاحتواء توسع النفوذ الصيني في المنطقة. وخلال حديثه للصحفيين لم يحدد الوزير المكان الذي تعتزم واشنطن نشر الأسلحة فيها. ووصل الوزير إلى سيدني في جولة تستمر أسبوعا في آسيا. لنكن واضحين، أنا أتحدث عن أسلحة تقليدية ومجموعة INF، هذا ما كنا نناقشه للتو. وبالنسبة للفترة الزمنية لنشر الأسلحة، أفضل أن تتم خلال أشهر. ليس لدي القدرة على اللعب بجداول الزمنية لصاروخ كروز أو لصاروخ بعيد المدى بينما الجيش يعده، لكن هذه الأشياء تميل لأن تستغرق وقتا أطول من المتوقع. وبقاء مع الولايات المتحدة، فرضت واشنطن مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا عام 2018. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أن واشنطن ستعارض تقديم أي قرض أو مساعدة تقنية إلى روسيا من جانب المؤسسات المالية الدولية، وستفرض قيودا تمنع المصارف الأمريكية من تمويل الديون السيادية الروسية، بالإضافة لقيود أخرى على صادرات السلع والتكنولوجيا إلى روسيا. اعتقل المئات في موسكو خلال تظاهرة جديدة للمعارضة التي تندد منذ أسابيع باستبعاد مرشحين مستقلين من الانتخابات المحلية المقررة في أيلول سبتمبر، وذلك وفقا لما نقلته منظمة غير حكومية متخصصة في رصد الاعتقالات. وتجمع مئات الأشخاص في مناطق متفرقة في موسكو وسط انتشار مكثف للشرطة. قال مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى إن بلاده تبحث كل الخيارات في الخلاف التجاري مع اليابان، بما في ذلك إلغاء معاهدة لتبادل المعلومات. وتصاعد الخلاف التجاري يوم الجمعة بعد أن رفعت اليابان اسم كوريا الجنوبية من قائمة للدول المفضلة في التجارة. وقال المسؤول الكوري الجنوبي إن سول قد تفكر في إلغاء معاهدة لتبادل المعلومات العسكرية كإجراء مضاد، وهي فكرة أثيرت خلال اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة واليابان يوم الجمعة في بانكوك. أشاد رئيس النيجر محمد يسوفو بالنجاحات التي أحرزها الجيش والقوى الحليفة في التصدي للإرهاب في منطقة الساحل، وحض دول المنطقة على تحسين استراتيجياتها. وقال الرئيس في رسالة بمناسبة ذكرى استقلال النيجر إن العمليات المشتركة التي قامت بها القوات الدفاعية والأمنية والقوات المتحالفة قد تكللت بالنجاح، وتنشط القوى متعددة الجنسية منذ 2015 في حوض بحيرة تشاد ضد جماعة بوكو حرام. إلى هنا نهاية الموجز، إلى اللقاء.